وصلت للمحاضرات الثايرويد جلاند. نبدأ هنا بالثايرويد هرمون انفلونس ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم، ودي كل الاصابة يتكلم فيها عن الفاكشن او الافكت على الثايرويد هرمون على البودي اورجانس. Normal thyroid hormone function is important for reproductive system. لما أقول reproductive system هنا قاصدين بيه الأمشاية المذكرة والمؤنثة، هي مهمة في التطور ونمو هذا السيستم الغدة. إذا reproductive function hypothyroidism may be associated with menstrual disorder، يعني إذا كان عندي نقص بتاع thyroid ممكن يؤثر لي في البريود أو البليدنج سايكل أو العادة الشهرية، ممكن يعمل لي فيها اختلال ويؤثر في الانفيرتيليتي عدم الخصوبة و risk of miscarriage عدم الحمل أو تأخر الحمل and other complication of pregnancy ومضاعفات متابعة للحمل. Thyroid hormone is critical for normal bone growth and development. نلقى أنه برضو الهرمون تاع الـ T4 و T3 مهمة جدا للنمو بتاع العظام، لأنه بيعمل لي activation على الخلايا تحت العظام أنها تعمل لي growth للبونز والسكيلتال مثل. طيب اللي هي اذا بتعمل لي بارتيسيبيت يعني استيوكلاست ديفرنشيشن اند بلوريفريشن، والاستيوكلاست هي بيسموها بالخلايا البنائيه الموجوده داخل العظام وبتبني العظام، تمام؟ فهي بتعمل لها ماتوريشن اند ديفرنشيشن. طيب نجي في الجزء المتعلق بالثايرويد جلاند ديسوردر، ولما نقول ثايرويد هرمون ديسوردر معناتها هنا الابنورماليتي اوف فانكشن اوف ثايرويد هرمون، والابنورماليتي بتنقسم لاثنين، يا اما تكون هايبر فانكشن او هايبو فانكشن. نجي في السلايد الاولى هاي عندنا برايمري هايبوثايرويديزم. لما نقول قلت في الاول في اول ليكشر في الاندوكراينولوجي، لما نقول برايمري معناتها المشكله وين؟ في الجلاند نفسها. ولما نقول سكندري معناتها المشكله في البيتيوتري، ولما نقول تيرشري معناتها المشكله في الهايبوثالاموس. ننتبه للثلاثه دول. اذا حابدا اول سلايد برايمري هايبوثايرويديزم، ومن الاسم بتاعها برايمري معناتها مشكله في الجلاند نفسها ثايرويد جلاند، وهايبو معناتها نقص، ثايروديزم اللي هي النقص في إفراز الأيودين. إذا دي هنا أسبابها برايمري مشكلة في الجلاند نفسها. طيب وأسبابها هي بيكون كونجينيتال أو أكويرت. إذا كان كونجينيتال يعني عادة مورثة أو حاجة هيرديتري. كونجينيتال هايبوثايروديزم agencies of thyroid defective thyroid hormone biosynthesis due to enzyme defect، يعني ممكن يكون في واحدة من الإنزيم اللي بتعمل لنا thyrolysis أو البروتيلايسيس أو الـ TBO ثيروسين بيروكسيديز إنزيم. لو في ديفيشنسي وهو غالب بيكون كونجنتال مورث، ممكن يديلي إلى هايبوثايروديزم. الـ T4 و T3 ما بيطلعوا في السيركيليشن، بيكون كميتهم ضعيفة جدا. ثايرويد تيشو ديستركشن أز ريزلت أوف، إذا كان في تكسير في الخلايا ذاتها بتاعت الفوليك بتنتج لي الغدة، ممكن يكون أسباب برضه كونجنتال نتيجة لأوتو أميون ديسوردر زي الكرونيك أوتوميون. وعندنا مرض مشهور جدا من الأوتوميون ديسوردر بديني هايبوثايروديزم أو برايمري هايبوثايروديزم، بسميه بالهاشيموتو ثايرودايتيس. هاشيموتو ثايرودايتيس is a congenital hypothyroidism نتيجة لكرونيك انفلاميشن أو أوتوميون ديسوردر. طيب عندنا الرادياشن الإشعاع ممكن يأثر لي في النشاط بتاع الغدة ويقلل لي من إفراز الثايروكسين. عندنا الثايروكوتومي العملية الجراحية أو استئصال الغدة الدرقية ثايروكوتامي. other infiltrative disease thyroid زي الهيموكروماتوزيس أو زيادة في نسبة الحديد، بيحصل له ديبوزيت في الثايرويد جلاند بيعمل لي destruction للفوليكل. في بعض الأدوية drugs with anti-thyroid action زي الليثيوم والأيودين والأيودين والcontaining drugs والراديوغرافيك contrast agent وانترفيرون الفا، كلها أدوية بتعمل على تأخر إنتاج الـ T4 والـ T3. طيب in the US hypothyroidism is usually due to chronic autoimmune disorder هاشيموتو ثايرويدايتيس. هنا بيضرب لك مثال في الولايات المتحدة الأمريكية معظم مشاكل الغدة والهايبوثايرويدزم بتكون لـ autoimmune disorder واللي هي سميناها بالهاشيموتو ثايرويدايتيس. طيب هنا عندي في الصورة دي clinical feature of hypothyroidism، بنجي عندنا الفيميل اللي عندها هايبوثايروديزم. الصورة أبلغ في التوضيح عشان نجي نوضح بها الساينس والسيمتومز والشكل العام للناس اللي عندهم هايبوثايروديزم نقص في إفراز الغدة. بنلقى أول حاجة بنلاحظ العيون، العيون اللي هي بتلقى العيون كبيرة كده وطالعة بارزة لبرة، بيسموها بالبافي آيز
لانه بيكون عندهم هايبوثايرويديزم. اذا متلقى الشكل الظاهري بيكون عندهم بافي ايز، ممكن تلقى الغده ذاتها متضخمه تحت الرقبه، بتكون متضخمه كبيره، والتضخم ده نتيجه حاجه فيسيولوجيكال، تتضخم هي عشان تصطاد اكبر كميه من الايودين في السيركيوليشن عشان تصنع بيه التي 4. اذا التضخم ده بيكون اوتوماتيكلي ان الغده بتتضخم عشان تزيل من الماس او حجمها عشان تصطاد اكبر كميه من الايودين عشان تحول لك للتي 4 والتي 3. فاذا بيكون عندهم تضخم في المنطقه بتاعه الرقبه او الحته بتاعه الغده، بيسموها باللايك بين ثايرويد جويتر، او بيسموها بالجويتر اللي هي تضخم في الغده الدرقيه جويتر. تاني عندهم هورس نيث، بيكون صوتهم خشن وديب فويس. بيرزيست دراي اور ثوريتد، بيكون عندهم جفاف في الحلق طوالي مع تغيير الصوت. difficulty swallowing، بيكون عندهم مشكلة في الابتلاع أو الأكل والشراب نتيجة للتضخم بتاع الغدة أو الجويتر، دي بتأثر على المجرى بتاع الجي اي تي أو المدخل بتاع الاسوفيجس. بيكون عندهم slower heart beat، ضربات القلب بتكون بطيئة. بيكون عندهم menstrual irregulated heavy period، بيكون عندهم الدورة أو العادة الشهرية بالنسبة للفيميل بتستمر لفترات طويلة وغير منتظمة، يعني بيكون كميتها عالية ولفترات ما منتظمة. بيكون عندنا مشاكل على infertility، عدم الخصوبة نتيجة لاختلاف أو تغير في الدورة أو العادة الشهرية. بيكون عندنا constipation، إمساك، يعني بيكون عندنا مشاكل على إمساك نتيجة للمسل weakness and cramps. ده كله بيكون عند الناس اللي عندهم hypothyroidism، دي signs والsymptoms. دي كلها بتأثر طبعا، لأنه قلت الغدة بتلعب لي دور كبير في كل العمليات الحيوية الموجودة في الجسم. بالإضافة لذلك الناس اللي عندهم هايبوثايروديزم بنقام عندهم loss of hair، الجسم أو الشعر بيتساقط، بيكون عندهم جفاف، وزنهم زايد، لأنه قلنا الثايرويد هي بتزيد عملية الميتابوليك بروسيس اللايبولايسيس والبروتولايسيس. فلما يكون عندهم هايبوثايروديزم بيحصل بيلد اب للليبيدز والبروتين الديجراديشن بصوره نورمال، فبتقام اوبيس وبتقى عندهم اليفيتد كوليسترول، وعندهم حاجه اسمها كولد انتولرانس، يعني طوالي بيشعروا ببروده، تلقى جسمهم طوالي بارد او حاسين ببروده. عكسها تماما حنجي نقل الاعراض دي في الهايبر ثايروديزم. اذا دي كل الساينس والسيمتومز الموجوده في الهايبو ثايروديزم. طيب في الصورة اللي بعدها، هنا في صورة حق الشخص عنده جويتر enlargement of thyroid نتيجة لهايبوثايروديزم، ممكن يكون عنده مشاكل بتاعت هاشيموتو ثايروديتس autoimmune disorder، فبالتالي في ديفكت في التصنيع بتاع تي 4 وتي 3، فبيحصل تضخم في الغدة الدرقية تحت الرقبة مباشرة، بنشوف موضح في الصورة دي. طيب عندنا حاجة اسمها mild thyroid failure، بمعنى mild شنو؟ يعني في اختلال بسيط في الفخشة بتاعت الثايرويد لكن ما وصل مرحلة الهايبو أو الهايبر. definition of my thyroid failure elevated TSH أكثر من 4، لأنه normal range بتاع TSH من 0.4 ل 4 microgram or international unit per milli. إذا في الناس اللي عندهم mild اختلال في عمل الغدة الدرقية بيكون عندهم زيادة في ال TSH، بيكون عندهم normal of T4 أو free T4 and T3 بيكونوا نورمال، دي بيسموها mild hypothyroidism. For few signs and symptoms in hypothyroidism، بيكون عندهم بعض الأعراض اللي هي ماشية مع hypothyroidism. The causes of mild thyroid failure the exogenous factor و endogenous factor، عوامل خارجية وعوامل داخلية. عوامل الاكسوجينس الخارجيه زي الليفوثايروكسين وميديكيشن والايودين كونتيننج دراجز والانتي ثايرويد ميديكيشنز والثيرابي، اي حاجه بتاثر لها في الثايرويد جلاند وانتاج التي 4 والتي 3. اما الاندوجينس الداخليه زي البريفيوس سبستنشن والساين ثايرويدايتس والهاشيموتو ثايرويدايتس الاوتو اميون ديسوردر. بوبيوليشن ات ريسك اوف مايل ثايرويد فيريا، نشوف البوبيوليشن بيكون عندهم مؤشر خطير انه تجيهم هايبوثايروديزم او فشل في الغدة الدرقية، هم الوومن والبيريور هيستوري اوف جرافس ديزيز بوست بارتيم ثايرويد ديسفكشنز والالدرلي
و other autoimmune disorders زي هاشيموتو سايدايتس والفاميلي هيستوري اوف ثايرويد ديزيز وبرنيشيوس انيميا وتايب 1 دايابيتس ميليتوس دول اكثر ناس ات هاي ريسك تو ديفلوب هايبوثايرويديزم. طيب نيجي للهايبر ثايرويديزم نبداها برضو بصورة بتوضح لي ساينس وسيمتومز عشان نفرقها من الهايبوثايرويديزم. في الهايبر ثايرويديزم هنا زيادة في افراز التي 4 والتي 3 مع نقصان التي اس اتش. طيب من اي نمسك هنا بنلاقي عندهم هوسنس ديبينج فويس بيرزيست دراي ستارت ديفيكالت تو سوالينج تراكيا امبيرد انفيرتيليتي ويت لوس. اذا الفرق بين الهايبو والهايبر هناك في الهايبو بنلاقي عندهم جيند وزن زايد لكن في الهايبر هنا بنلاقي عندهم ويت لوس. بنلاقي عندهم هيت انتولرانس هناك في الهايبو بيكون في حالة برودة دائما اما هنا في الهايبر بيكون طوال الجسم دافي او ساخن. increase sweating تلقاهم هنا متعرقين انهم كثرة العرق في الهايبر. sudden paralysis تلقى انهم ده دائما ناس الفاميلي هيستوري اوف ثايرويد ديزيز. بتلقاهم nervous دائما عصبيين الناس عندهم هايبر ثايرويديزم مع زيادة في ضربات القلب ونقصان في الوزن ودفء او warmness of peripheral parts of the body. نلقى عندهم mental disturbances مشاكل الريابيليتي في المينتال وبتقام difficulty sleeping انهم مشاكل في النوم او ارق في النوم. blindness and stair vision changes enlarged thyroid goiter رح ممكن يصل لهم goiter تضخم يكون هو سبب الهايبرثايروديزم. بيكون عندهم menstrual irregulation in the female الدورة او العادة الشهرية غير منتظمة بتقام light period يعني بيكون ما منتظمة وبتجي خفيفة ما بيحصل فيها bleeding لفترات طويلة عكس الهايبوثايروديزم بيكون ما منتظمة ولما تيجي بيكون heavy تقيل البريود. هنا في الهايبر بيكون light خفيف البريود لكن برضو شنو ما منتظمة فبالتالي برضو بيكون لهم مشاكل تاعت infertility. frequent bowel movement هنا الحركة بيكون سريعة جدا حقت العضلات مقارنة بالهايبو هنا كان بطيئة هنا بيكون الحركة بتاعت العضلات سريعة فبالتالي هنا بنلاقي عندهم دائرية عندهم إسهال مستمر لكن هناك في الهايبوثايروديزم بتكون الحركة بطيئة أو الموفمنت على الجايتي بطيء فبالتالي بكون عندهم كونستيبيشن. إذا هنا بكون عندهم وارم مويست بامس وبكون عندهم مشاكل تاعت فوميتينج وبكون امبريجنسيس أو الانفيرتيليتي. دي هنا في الصورة الثانية بتوضح لي حيثيما الأسو في سالاموس بلك أوف أيس دي سيمتومز أوف هايبرثايروديزم. يعني الصورة دي هنا بتوضح لي الفيميل اللي عندها هايبرثايروديزم بنلاحظ للعيون حقتها بيكون جاحظة او طالعة لبرا ودي واحدة من المؤشرات والمهمة جدا في التشخيص تاع الهايبرثايروديزم بيسموها بالاكسو في ثالاموس وهي bulking of eyes ودي من مؤشرات الهايبرثايروديزم. بيكون عندهم tremor mal eyes muscle weakness diarrhea infertility and eso في ثالاموس اللي هي eye disease not illness. نيجي هنا في السلايد دي حنشوف فيها الجرافز ديزيز وحنيجي نواصلها في المحاضرة الجاية نتوقف هنا وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة الجاية من الجرافز ديزيز.